السلام عليكم ورحمة الله. الاسم كريم. سيد نور الدين الجاطي. انتم اليوم راكم مؤثرين في هذا ولا مشرفين على هذه الدائره المستديره حول الدراسه ولا المسوده ديال القانون الجنائي. واش ممكن نعرفوا من عندك حسب التقييم ديالكم الايجابيات والسلبيات ديال هذه المسوده؟ كيف كتشوفوا انتم؟ حال هذا المركز المغربي لحقوق الانسان اطار النقاش والحوار الان مفتوح حول المسوده ديال مشروع القانون الجنائي، ابى الا ان يساهم في هذا النقاش وفي هذا الحوار حول ما جادت به او استجدت به المسوده من مجموعه ديال المسائل اللي هي جديده. طبيعة الحال ما يمكنناش نهضروا على السلبيات والايجابيات يعني في العمق هذه المسوده، ما يمكن الانسان الا يحسبها في اطار الايجابيات، انه هذا التعديل يعني الشامل والكامل ديال هذا القانون، يعني هذه المغاربه كانوا كينتظروا هذه منذ اكثر ما يزيد على نصف قرن. اذا هذا معطى مستجد جديد لما يمكننا نحسبه الا في اطار الايجابيات. اللي يمكن الان الحوار والنقاش الدائر على مختلف المنظمات والمؤسسات هو بعض الملاحظات، بعض الانتقادات اللي يمكن توجه لهذا المسوده واللي يغنق النقاش، اما للحذف واما للتعديل واما للتغيير او البدل على حسب المواد. فالشموليه ديالو للقانون الجنائي الجديد جاء مجموعه ديال المسجدات اللي ما كانش، خاصه بعد الجرائم اللي ما كان شيء يعاقب عليها القانون بكيفيه صريحه، بل هي تعتبر عقوبات تقول او جرائم جديده اقتضتها الظروف الحاليه والمستجدات والنضج ديال المجتمع ومجموعه ديال الامور اللي اقتضت انه تم اقحام هذا النوع من العقوبات يعني في اطار القانون الجنائي الجديد. منها مثلا الجرائم المتعلقه بهالشيء ديال الاعلاميات، هادشي حدث جديد يعني ما كان شيء يعني في واحد الوقت عندنا الاعلاميات، ولكن دابا الان ولات واحد الجريمه اللي هي مرتبطه بهذا النوع من المعاملات عن طريق الاعلاميات. اذا القانون الجنائي جاء بها. كذلك الايجابيات اللي كاينه على انه اطار نقاش دائر الان، والخلافات خاصه فيما يتعلق بعقوبات الاعدام، يعني القانون الجنائي الان حاول ان يساير توجهات العامه، حيث انه قلص العقوبه من 31 جريمه اللي كان معاقب عليها من الإعدام، الآن أصبح فقط واحد 7 أو ديال 8 ديال الجرائم اللي هي خطيرة جدا، هي اللي كينفذ عليها العقوبة ديال الإعدام. كذلك المستجدات الإيجابية حقيقة اللي يمكن الإنسان ينوى بها في هذا القانون الجنائي هو واحد المجموعة ديال المبادئ الأساسية المادة الجنائية واللي متفق عليها على مستوى القانون الدولي وعلى مستوى حقوق الانسان على مستوى العالمي، وكذلك حتى على مستوى المستجدات اللي جا بها الدستور ديال 2011 تقريبا ضمنت ضمن هذه المسوده للاخذ بها. منها مثلا وان كان يؤخذ بها فيما سبق، ولكن الان كرسها هذا المشروع ديال المسوده. مثلا قاعده لا يعذر احد بجهل القانون، قاعده البراءة يعني تعتبر قرينة على أنه لا تجريمة ولا عقوبة إلا بوجود نص، هذه كلها نصوص أو مبادئ كان يعني معترف بها، ولكن الآن جاء المشروع لينص عليها بصريحة وكيفية واضحة، لأننا كنعرفوا أن القانون الجنائي لا يقبل التعويل أو التفسير أو التغيير عندما النص كيخصو يطبق. إذا هذه المسودة جاءت مجموعة ديال الأمور اللي هي مفسرة واضحة لا تقبل الخلافة أو التحويل أو شحال من قبل. إذا هذه من الإيجابيات. تبقى بعض الأمور اللي يمكن من الإيجابيات ديالو كذلك أنه كثير من النصوص القانونية اللي كانت متفرقة حاول هذا المشروع هذا يجمعها في هذه المسودة اللي أنا منها. مثلا المرسوم الملكي ديال 1967 اللي كان كيعاقب على السكون العلني
يعني كان مرسوم مستقل، دابا الان هبطوا هذاك المرسوم يعني ودخلوه في في المسوده. لا 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 المخالفات ديال قضاء القرون اللي كان كينصر ليها يعني الظاهر ديال 2011 حتى هي كذلك كينص عليها هذا المسوده اللي كنا كنتمناو، ومن جمل مثلا المسائل اللي يمكن هذا كنا كننتظروا كما فعل صاحب هذه المسوده اطار انه جمع مجموعه ديال القوانين وضافها لهذا. هذا كنا كنتمناو انه جميع القوانين اللي عندها علاقه بالجريمه والعقاب كان خصها تكون مضمنه في على شكل مدونه، كما هو الحال مثلا مدونه ديال التجاره، كما هو الحال مجموعه ديال المدونات، على اساس انه جميع الامورات اللي عندها علاقه بالعقاب والجريمه كنا كنتمناو على انها تكون مشكله في اطار مدونه وتجمع ما يبقاش متفرقه، باش يمكن الانسان اللي كيطبق سواء القاضي او الباحث او هذا كيمكن له كيرجع مباشره لهاد المدونه وكيلقى مجموعه ديال الجرائم والعقاب اللي هي كيفتس عليها. اذا حنا دورنا ما علينا الا نتمنوا هذا طبعا ما يمكننا الا نتمنوا، لان هذا عمل مهم جدا، وكنعرفوا على ان القانون الجنائي نظرا الاهميه ديالو لانه مرتبط بالحريه الفرديه، مرتبط بالاستثمار الاقتصادي، مرتبط بما هو اجتماعي. اذا القانون الجنائي هو ماده اساسيه، لذلك النقاش اللي هو كاين الان هو مفيد جدا، وكنتمناو على انه توقع فيه واحد المجموعه ديال النقاشات اللي يمكن تدفع بهذا المشروع هذا ان شاء الله، وتنجحوا باش يمكن يخرج للحي الوجود في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. جديد نيوز كنشكركم.